يسكت يسكت الإرهاب يسكت يسكت الإرهاب. بما أن العصر هو عصر العسكر في مصر، عصر المشير عبد الفتاح السيسي تحديدا، فإن كل شيء في عشق المشير بات مباحا حتى عند الأطفال. حبيبي الشعب يا سيسي، الله معك الله معك. الأغاني التي تتغنى بالجيش ويغنيها الأطفال طافت فجأة على السطح، تظاهرات أبطالها أطفال يرفعون صور السيسي، ولعل أشهرها تظاهرة الأيتام الذين خرجوا في الطقس البارد بملابس صيفية يهتفون للمشير، ما استفز حتى أكثر الإعلاميين وفاء للسيسي. إحنا قبل كده اعترضنا على استخدام الأطفال في مظاهرات الإخوان، والمبادئ والآراء لا تتجزأ، هذا سلوك غير محترم، استغلال أطفال زي دول، هم دول يعرفوا السيسي؟ فيما خصصت بعض البرامج لاستقبال الأطفال ليمدحوا المشير. بتسمع عن السيسي؟ آه أكيد. آه بتسمع عنه إيه؟ انطباعك عنه إيه؟ بيشتغل إيه؟ أنا؟ آه انطباعي عنه إيه؟ أنت عارف هو بيشتغل إيه؟ لا. طيب سمع عنه إيه؟ مش شرط إن أنا أسمع عنه حاجة، بس أكترية أنا بسمع من الناس كتير أوي إنهم الناس كلها محتاجاه، كل الناس محتاجة يمسك البلد. لكن القمة كانت في العدد الأخير من مجلة سمير، المجلة الأشهر المخصصة للأطفال، وكان هذا هو غلافها: ابن مصر الأصيل. أطفال مصر يحبون السيسي، فمن لا يحب ابن مصر الأصيل؟